إن تاريخ الصراع الطويل بين الحق والباطل مليء بالشواهد الدالة على رجوع نماذج على وجود نماذج مثالية من أهل الحق تمسكوا بالحق الذي هم عليه وأعلنوا عن انتمائهم واعتزازهم به ووقفوا بكل حزم وعزم في وجه الباطل وأهله دفاعاً عن الحق وأهله وهي نماذج كثيرة في نفسها وإن كانت قليلة مقارنة بالغير. لقد حث الإسلام على المشاركة الفاعلة في تعظيم شعائره وإحياء ذكرياته خصوصاً ذات المظاهر والطابع الاجتماعي منها، وذلك من خلال الحضور المسؤول والمشاركة الجادة الواعية، فأداء الصلوات الفرائض في المساجد والمداومة على الحضور في صلوات الجماعة والجمعة والأعياد، ودعم مشاريع التعليم الديني والمشاركة في الأمسيات القرآنية والدعائية وإحياء ذكريات الإسلام ومناسبات أهل البيت والسفر إلى زيارتهم ومراقدهم وتقوية المحبة لهم والولاء بهم ودعم المشاريع الخيرية التي تساعد الفقراء وتساهم في سد عوز المحتاجين والقيام بدور إيجابي تجاه المواقف التي تستدعي رص الصف ولم الشمل ووحدة الكلمة لأجل معالجة ظاهرة اجتماعية أو أخلاقية أو سياسية. هذه أمثلة لشعائر إسلامية وذكريات دينية وتكاليف شرعية وأخلاقية. على الفرد المسلم دور ووظيفة ومسؤولية تجاه إحيائها وإقامتها وامتثالها. ومن التقصير البين أن يعتزل الفرد المسلم المجتمع في مواقعه الإيمانية وتحدياته المصيرية ويعيش حياته الخاصة بعيداً عن كل هذه الهموم والتكاليف والمسؤوليات. إن الإسلام لم يأمر ببناء المساجد إلا لتمتلئ من عمارها، ولم يرغب في صلوات الجماعة إلا ليحضرها حشود المصلين وتستطيل صفوفها منهم، ولم يأمر بتعظيم الشعائر وإحياء ذكريات الإسلام المجيدة والمساهمة في مشاريع الخير ودعمها إلا لتظهر بمظهرها اللائق بها من حيث الكم والنوع. حال العيد هذا العام، يمر العيد على المسلمين هذا العام كغيره من أعوام مضت وهم في حال لا يحمدون عليه من سيء إلى أسوأ، فالأعداء تتربص بهم الدوائر والفتن تحوط بهم والفساد ينخر في مؤسسات ووزارات دولهم والبطالة والفقر يخيمان في بيوتهم والسجون والمعتقلات تغص بشبابهم وغلاء الأسعار في تزايد مستمر والمستقبل غامض ومجهول بالنسبة للكثيرين. وفرج عنا فرجا عاجلا قريبا، اللهم اجعلنا وشيخنا والمرابطين والمجاهدين في سبيلك أينما كانوا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين والصهاينة والتكفيريين والمبتدعين. اللهم فك أسرانا، اللهم رد غرباءنا، اللهم اكشف ما نزل بنا، اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.